قطاعها من جميع المجالات من خلال إنشاء متنزهات وملاعب وحدائق تضفي مسحة جمالية على المدينة ولن تكون أو وتكون أماكن لراحة المواطنين. وفي هذا السياق تنفذ إدارة محافظة كركوك وضمن خططها لإعمار وإضفاء الجمالية على مدينة كركوك مشروع إنشاء منتزه وحديقة بالقرب من مستشفى أزادي في منطقة الإسكان على الطريق المؤدي إلى مدينة السليمانية، وتبلغ كلفة المشروع 300 مليون دينار وينفذ خلال 3 أشهر ضمن ميزانية البترودولار. فارس الماجد تابع الموضوع. مشروع جديد تجري الأعمال فيه وهو تأهيل تقاطع هايوي كركوك من طريق سليمانية باتجاه مركز المدينة. الغاية من هذا المشروع إضفاء الجمالية وأيضا توفير أماكن الراحة للمواطنين. إدارة محافظة كركوك وسعيها المستمر لتطوير كافة مرافق المحافظة تضيف مشروعا جديد وهو إنشاء حدائق تقاطع الإسكان بتصاميم جديدة. التصميم يعتبر مدخل او ما يسمى بهاي واي للجماليه، والذي يقع في مقابل ضمن تقاطع اسكان مقابل مستشفى ازادي. تصميم يتكون تصميم هذا المشروع من ممرات وممشات ومقاعد جلوس، اضافه الى نافورات ومدرجات وبعض التفاصيل الاخرى. دنشوف بروسات كركوك الحمد لله، يعني حيل جيد الحمد لله. وكان هذا قبل ماكو هذا خرابه، كان يعني اللي يفوت بي ما يقدر يفوت بي. هسه الحمد لله راح يصير حدائق حلوة، راح يصير يعني فد نمونة فد نموذج للكركوك. واحنا نبارك دكتور نجم الدين على هالأشغال اللي يسويه هو، الحمد لله وشكر. 300 مليون هو كلفة هذا المشروع والمقرر إنجازه خلال مدة 90 يوما. يعد إضافة جديدة لمشاريع الحدائق والنافورات والساحات التي انتشرت في مختلف مناطق المدينة والتي نالت تقدير المواطنين. إدارة جديدة فسووا مشاريع جيد جدا، يعني جيد جدا، يعني من يعني كل القوميات اللي داخل هاي المحافظة كلهم راضين على هالشغلة، على هالمشاريع، من جسورة، من شوارع، من تنظيم حدائق ووسائل ترفيهية، حدائق، الباركات اللي شو اسمه الناس يرتاحون به، راضين جيد جدا بالإدارة، هاي الإدارة الجديدة. نشكر السيد المحافظ دكتور نجم الدين كريم لهذه المشاريع الجميلة الذي قام بها خلال الفترة السابقة، وبالأخص هاي الحديقة الحلوة أمام مستشفى أزادي اللي يتكون من حديقة ونافورة وجسر جميل. إدارة محافظة كركوك تستمر بمسيرة المشاريع الخدمية، وهي تضيف يوميا صرحا معماريا جديدا يليق ومحافظة كركوك التي باتت نموذجا للتطور العمراني. فارس الماجد، فضائية كركوك. دعا رجال دين وسياسيون ومواطنون من محافظة كركوك إلى عدم إقحام الجيش في الخلافات السياسية مشددا